وصلنا للقسم الأخير من بتحلى الحياة وختامها مسك، حمسناكم كتير وصار وقت يعني علين ألف مبروك. أنا بمتابعتي للسوشيال ميديا بقدر بكل ضمير مرتاح أقول أنه ضليتوا على شيء أسبوع تقريباً عرسك تريندينج، وشكله أنت اللي اشتغلت على الكونسبت وعلى خبرينا شوي. أول شيء عقبالكم صبايا. Thank you. وهلأ بهالفيديو رجعتوا ذكرتوني هيك بهاللحظات الحلوة يلي عشتها. في أنا وفي المخرج لبرنامج شرب اليوسف، يعني هو كتير ساعدني وأنا أكيد حطيت أنا وياه لمسات تبعنا، فعن جد كان كل شيء مختارته هيك بيشبهني كتير الستايل يلي أنا بحبه. آلين قبل العرس كان العروس تنطر شهر شهرين ليطلعوا الصور، يمكن تحبون ويمكن لا، وهي بتكون يعني مزبطة حالها، مزبطة الميك اب والشعر، بس النتيجة ما بنعرف كيف تطلع. هون دغري شفت الصور، مثل ما كنا عم نقول انه عن جد عرسك ضج مواقع التواصل الاجتماعي، هيدا العرس اللي كان بدك اياه. هيدا العرس اللي كان بدي اياه، برجع بقول لك كان بيشبهني كثير ببساطته، بالاجواء الحلوه اللي كانت، يلي كان عن جد كل شخص موجود من قلبه كان مبسوط بهيدا اللحظات يلي انا عم بعيشها. بس مش بس نهار العرس، يعني كنت عم بتحضري انت قبل بكم يوم كمان. أكيد. كان هيك كنت عم بتحمسينا، عم ننقي معك بوكيه الورد. صح، قبل بجمعه انا عملت الفوتو سيشن، انا عملت شيء كثير حلو صبايا، لازم عن جد ان شاء الله عقبالكم قريبا. بنهار العرس بتكون كثير يعني بتعرفي الصبية موترة، وبس بدك تاخدي صور بتحس الوقت عم يمرق بسرعة، فأنا شو عملت؟ عملت الفوتو سيشن قبل بجمعة، نفس الفستان نفس الميك اب والشعر عملتهم، وكنت مرتاحة بيوم العرس لأنه عارفة حالي حكون ملبكة. بس بتروح شي رهجة العرس أو لا؟ لا لا، يعني ما حدا شافني غير العريس بسام فتوح، محمد سيف الدين وأندري، فهولي بس اللي شافوني. ف بيقولوا انه العريس مدني. اذا شاف العروس بفستان العرس قبل العرس بيكون فيل مش منيح. ما انا تجوزت مدني، هيدي هي دليك. خلص يعني كنت اوريدي تجوزت وعملنا الفوتو سيشن، بعدين كانت السليبريشن. انا كثير مع الفكره لانه بنشوف العروس بنهار عرسها تعبانه، صح، وهي من 7 الصبح وبتضل ترقص لاخر الليل، فبيكون عن جد تعبان. احلى شيء ممكن تعمليه انك تاخدي صورك قبل، عن جد يمكن قبل بكم يوم، مش ضروري قبل بجمعه، بس بتكوني مرتاحه. هلا التوتر موجود، يعني هيدا موجود يعني كثير. نفستي بزوجك ولا كان ماشي؟ كان هو باوضه وانا باوضه، لانه كنت عن جد كثير موتره. وحلو انه كنت عم بشوف كل العالم عم توصل على العرس، ف عشت يعني عشت لحظات الفوتو سيشن. رجعت قبل بكم يوم كنت كمان عم بشتغل على اشياء هيك اللمسات الاخيره، ويوم العرس عشت الاشياء يلي عن جد بتبقى العروس. بيت وترتي يعني زواج المدني تم قبل فوتو سيشن خلص، ليه هيدا النهار كان في توتر؟ يعني قبل بربع ساعه بس يقولوا لي أنين صار لازم تنزلي، مع انه معوده على الاضواء انت. ما خصه صدقيني، قد ايه معوده على الاضواء وقد ايه معوده على العالم، يكون في عالم كثير حوالي، ما كان يعني لي هيدا الموضوع. هيدا النهار ما بيشبه ولا اي نهار، هيدا النهار مره بالعمر. اكيد ما خلاص سبت على الموضوع، أكيد. لانه حلقك اليوم تطلعي حلقه، اذا اليوم ما زبطت بكره بتزبط. صح. عرس صح. اذا ما طلع كل شيء مثل ما انت بدك ما راح دخل الى رهجه يعني، وشعور ما في يخبركم عنه. شو بتخبرينا هلا من بعد العرس؟ بعد العرس بقي هيدا التوتر، بقيت هيدي الفرحه، بالعكس. شو وصفي لنا هالثلاث اشهر، صار لي 3 اشهر مجوزه تقريبا، 3 اشهر. ليكن انا تاخرت، اخذت قرار اني اقوم بهيدي الخطوه، بس صدقيني اخذته بهيك بقناعه،
عن حب، عن اقتناع، بس تاخدي شخص بتحبيه كتير ومقتنعة بكل شيء بترتاحي، بتحسي بالأمان. أنا بنصح هلأ، بتعرفي أصحابي الصبايا بنقعد كتير سوا، قالين خبرينا شو شعورك قبل الزواج مثل بعد، يعني بعد الزواج مثل قبل الزواج، كتير أحلى، شعور كتير حلو، انت بيه على هيك على الحلوه وعلى المره تحت سقف واحد، بتعرفي حالك كل يوم بالليل حترجعي انت وياه مع بعض، يعني هيدا الخوف اللي كنت تعيشيه قبل، راحه على بيت اهلك وبدك تشتاقي له، ثاني يوم بدك انه هالقصص كلها ما بتقعدي تقطعي فيها، في امان وفي راحه. شو حلو. شو عقبالك يا رنيم؟ بلشنا طبخ ونفخ ولا في حدا عم يطبخ ولا شو الوضع؟ أنا ما بدي أقول، يعني أنا ربيت ببيت كل يوم الماما بتطبخ، وما بدي أقول لك كنت أطبخ بس بحب المطبخ. حلو. وهلأ عم جرب في أكلات هيك عبالي كان أعملها، وطلع أنه عندي نفس على النفس طيب على الأكل، بس شوي بزيد الحر، يعني دايما الحر موجود بالأكل. بدي شي مرة سربنا على المستشفى بعد شي طبخة ولا ما في تسمم، مرة عملت له أكل ما كان حرام، هو أنه يعني هيك بده لأنه يفرجيني أنه الأكل كتير طيبة، بس هو حار، يعني ما في خبر. انت ما بتحسي بالحر؟ يمكن انا معوده، بس تركته لشوف اذا هو حاسس، بس انه قلت ما بدي احكي بالموضوع اذا ما رأيت ما رأيت يلا بتقطع انه صفا. طيب شو اطيب اكل بتعمليها؟ كتير شاطرة بالباستا، بحب كتير أعمل إشياء بالفرن، يعني هلأ منشتهي منجوعة هالخبريات. دجاج وبطاطا بالصينية نوي، هول الأخبار لخية مغربية هيك تعرفي ولا صراحة بعد؟ هول بعد صعبين، بس نابي أتعلمهم، يعني مش بعيدة أبداً. لحقت تبلش تشتاقي لحياة العزوبية ولا بعد؟ لا، لأنه بتعرفي لما بتكوني، يعني أنا وخالد بنشتغل تنيناتنا فما بنلتقى كتير بالنهار، وبعدنا عم نلتقى كأنه اتنين يعني بوي فريند جيرل فريند، مش أنه مجوزين، أنه بنلتقى بريستوران بنتغدى، أمرار بيكون هو مع أصحابه وأنا مع أصحابي، فما كتير عايشين هيدا أنه عرفت القصص يلي بس تفكري انك مجوزه وفي التزامات هيك بالزواج وبدك تنطري وبدك، هول كلهم ما حلوين. قعده البيت بتعمل ابدا. وقد ايه بتفيد انه عن جد تبعدوا شوي عن بعض من خلال النهار، انه اوكي بنحب بعض وكل شيء وهيك، بس لازم كل واحد يتنفس بعيد عن الثاني وبتشتاقوا لبعض. صح، الحب مش معناتها نضل لازقين ببعضنا، يعني بدك تعطيه شوية سبيس، بعدين هيدا الرجال بيشتغل عنده مسؤوليات، خالد من النوع اللي كتير بيقوم من الصبح كتير نشيط بشغله يعني، فأنا بنهار ما بحب ازعجه عن جد، وحلو انه تجوا بالليل يكون في عندكم اشياء تخبروها لبعضكم، انت كيف كان نهارك، شو صار معك بالشغل، يعني بيكون في شوية سسبنس بالعلاقة الزوجية. انت كمان قليل يعني على كل حال تشتغلي وحققتي حالي. هلا شو تغير من بعد الزواج؟ بيدعمك في شغلك؟ دائما دائما، يعني دائما بستشيره بكثير اشياء، مع انه هو بعيد عن دومين الاعلام، بس بضل باخذ برايه لانه شخص اكيد بيفهم بكل المجالات، فبضل باخذ برايه، بضل يعني هيك بتشاور انا وياه ببروجكت اذا عندي اياه هون او اي قرار بدي اخذه، فبالعكس حلو كثير انه هو بيشاركني بكل شيء. نحن كنا بنحب يكون معنا ضيف يرافق، بس قلت لنا انا ما بحب يطلع على التلفزيون، مع انه شاب حلو يعني، يعني ما بعرف ليه ما لي بليها احسن علي حاسه. قليل قبل ما اروح على بدي احكي شويه عن الشغل، اخذت شيء من بيت اهلك؟ أخذت على بيتك أهلي. الزوجة؟ إيه، نحن عنا يا هيدا العادة، يعني بعد أسبوع العروس بتزور أهلها وبتاخد شيء. شو أخذتي؟ أخذت المخدة. بتصد ما بعرف إذا قصدك هيك شيء أو شيء تاني غير المخدة. غير المخدة شو أخذت؟ إنه غير تيابك؟ مش شيء رمزة يعني، شيء هيك قصدك شو تعلمت وأخذت معي من بيت أهلي؟ لا يعني شو أخذتي غير المخدة؟ مثلا شيء ثاني مثلا، نحن اوقات بدون ما يعرفوا الاهل، ما بعرف انا اذا هيدي العاده يعني تاخذي شيء تسرقي يعني بدون ما يعرفوا الاهل. اوكي فهمت عليك. لا في بريق مع كبيتين ما قدرت ما اخذهم، هو اللي كنت جايبتهم وعسى جايبتهم للماما، قلت لها انا جبتهم وقال لهم 3 سنين عنا بالبيت، بس هول فيهم بدهم يروحوا معي ماشي هن، بس ما بعرف ليه البريق استحليتيهم بتحبيهم حبيتهم، فهيدول بعتقد اخذتهم معي يعني ما بيرمزوا لشيء، بس حبيت انه يكونوا موجودين. منعوزهم بالبيت يعني بريق وفناجين قالين شفنا كذا برنامج اندمجوا مع بعضهم ببرنامج همسة. صح، خبرينا شوي، تأثرتي؟ زعلتي انه انت كان عندك برنامج خاص لإلك صرتي هلا ضمن فقرات ببرنامج واحد؟
ليكي تعلقت بستايل، ستايل كان إلي بقدمه رح يصير كان 13 سنة، منا هينة، بتحسي هالاسم صار بيرتبط فيكي وبيلبقلك. ثانكيو حبيبتي، مرسي. زعلت أكيد، بس بتقولي إنه ما بتزعلي يمكن كتير لأنه بعدك بشاشة MBC وبعدني بقدم الموضة وبعدني مسؤولة عن هيدي الفقرة، واليوم صار يمكن مع مجموعة من هالصبايا يمكن أنا ما كتير بشوفهم، بس أنا يمكن الفاشن بقدمه بكل أسابيع الموضة بالعالم، الفقرات خارج الاستوديو، فيمكن هذا الشيء شوي بتقولي أنه بعدك عم تعطي الشيء اللي أنت بتحبيه، عندك خصوصيتك. بس زعلت بعد. إيه أكيد بتزعلي، بتزعلي بعد 13 سنة ببرنامج ستايل لحالك بتزعلي شوي، بس يمكن ماشي الحال. بس يمكن تجربة جديدة كمان بتكون، يعني صح. شو بتشوف الشيء الإيجابي منها؟ اليوم كنت تقدمي برنامج، اليوم صرت اكسبرت ببرنامج، يعني اليوم لما بيقولوا مع الاكسبرت ألين وطفل بدها تقدم لنا هيدي الشغله، فاليوم شوي بتحسي انه يمكن هالسنين كلها اللي اشتغلتيها، صحيح اليوم عم بتقدمي فقرات مع مجموعه من الصبايا، بس هيدا الشيء ما بيعني انه انت يمكن هالبرنامج ما بيلبق لك او ما بيعني لك او انت ما بتنتمي له. عطى عاملك عنوان للموضه، يعني أكيد. وقتها أكيد. مثل ما هلا عم بتقولي بس يصيروا يقولوا عنك اكسبرت بهذا المجال، يعني خلص انا بس اجي احكي ألين طبيعي بدنا نسالها شو اخر شيء بالموضه اليوم. اكيد خبرينا. رح نحكي طبعا، ما فينا ما نحكي عن الموضه اليوم، كل شيء دارج اذا بدكم صبايا، يعني اذا بتفتحوا الخزانه شو ما عندكم فيكم تلبسوا، بس في اشياء طبعا لازم نركز عليها اكثر من غيرها. خلينا نبلش بالاقمشه، دارج كثير. انا بشوف صور لك اذا بتحب تعلقي واذا لا هيدا البايات، البايات كثير دارج اليوم. كنا نقول اذا بنلبس قطعه فيها شويه بايات منحسها كتير أوفر. هلأ منحس أنا دغري شو رايحة على السهرة، صح يعني مزبوط. ما بتلبس خلال النهار اللي شفتيني فيه هيدي سيرفاتمان، يعني هيدي جوجينج، ففيها اليوم تنلبس على سهرة مع كعب. اليوم البايات دخل بعالم الموضة خلال أوقات النهار مش بس بالليل. الأنيمال برينتس منشوف إنه ليوبار رجع السنة. كتير أوفر. هلأ في أشخاص بحبون وأشخاص لا، بس كتير دارجين ودارج تخلطي باترنز مع بعض، دارج السنيك، دارج الليوبار، يعني دارج نخلطهم سوا السنيك مع. أنا شخصيا أنا ما بحب، بس فيك تلبسي هيك. يعني عم بقلك الموضة شوي غريبة بهيدا الموسم، بس دايما نحن بناخد من الموضة الأشياء يلي بتلبق لنا. دارج كتير الميتاليك، دارج بعده دارج بعده بقوة ودخل بعالم المانيكير، يعني اليوم النوت كولر فينا نستبدله بالسيلفر، صار نقول انه سيلفر هو اللون يلي فينا نحطه كل يوم على ايدينا. وفي شغلة كمان كتير بحبها هو الجلد، الجلد يلي عم نشوفه عم بيضل معنا من موسم من سنة الماضي والقبلة، صح السنة كمان سنة بعدهم كمل معنا. الأوفر سايز جاكيت كمان بعدهم داخلين بموضة، ما حبيتيهم بتضيعي فيهم، عرفت بتغرقي لأنه بيعملون كتير كبار. أوكي فهمنا أني أوفر سايز، بس أنا بس أنا هلا تستايري من خيك من اختي انا عرفت ايه والله بيجي على الموضه وتلبسي كذا جاكيت مع بعض. انا هيدي الموضه يلي هي كتير ان بهيدا الموسم وانا ما بقدر اتقبلها. هون بدي اسالك، يعني من بعد سنين 13 سنه عم نحكي، تغير حس الموضه عندك يعني، ولا بقيتي انت خلص بتلبسي يلي انت بيلبق لك؟ بتلبسي يلي انت بيلبق لك على طول، بس في شغله بدي اقول لك اياها، من موسم للتاني في قصص بتدرج، مرات بتتجرأي تجربيها وبتقولي يا ريت جربتها من قبل، بتكون هي اللي بقتلك. بس ما بعرف هو التشبث اللي عنا انه هيدي الشغله ما بحبها. مرات في شغلات ما بنحبهم لازم نجربهم، يا منتقبلهم يا ما منتقبلهم. بس انا دائما بقول منختار من الموضه يلي بيلبق لنا، ومش غلط انه نجرب من الموضه اشياء نحن ما بنحس حالنا انه يمكن مرتاحين معها. بس كمان انا في شغله بدي اقول لكم عليها، انا كثير باخذ بعين الاعتبار راي الاصدقاء يلي حوالي، يعني أنا حدا مني متشبص برأيي. اليوم بسأل إنه عندي أصحاب كتير كمان هن بمجال الموضة عندهم بوتيك، أصحابي يمكن بيكونوا عندهم كمان ذوق بهذا المجال. أنا مني من الأشخاص إذا أنا بقدم برنامج موضة ما بياخد بعين الاعتبار شو بيقولوا لي، فمرات بيكون إشياء مش مقتنعة فيها بقيسة، بقلي شفتي مثلا صديقي نادر لتسي عنده دولتشي فرفلة، بقلي قالين شفتي إنه قلت لك هيدي القطعة حلوة عليك، عن جد بكون معندي أنا وما بدي ألبسها. فلازم مرات هو مرات مثل ما عم تقولي، يعني بتكوني بحاجة لحدا يمكن ياخدك تجربي شيء برات. دايما انا ومي عم نحكي بهذا الموضوع، بقول لها انه انا ستيلي شيء هي ستيلها شيء، حلو نعمل شوبينج سوا لحتى كل وحده تعطي الثانيه. فاكيد ما عملنا شيء
اكيد اكيد مش غلط يعني. هلا هلا استنى بدنا نروح معك الين الساعه اللي بدكم لازم نستغلها لعلي ممنوع حدا يطلع من في خبره وفي ذوق اكيد بعدين يعني. كثير مهضومين. لا لا لازم نقعد سوا ما بيصير لازم نعمل قعده. شو الالوان الدارجه؟ طيب الوان الميتاليك كثير دارج مثل ما قلت لكم. السيلفر لون كثير ان بهيدا الموسم ولازم نتجرأ ان نلبسه حتى باوقات النهار بس نعرف كيف نلبسه. دارج كثير ديجيتال بلو يعني فيك تلبس البلو جيتان فيك تلبس البلو اللي كتير بيجي شايني. هيدا من أكتر الألوان يلي عن جد رح بتشوفوها بشتوية 2018-2019. كمان الفوشيا كتير دارج. اللايت بينك بعده دارج. الأورنج يمكن تستغربوا بس حنشوفه كتير بهيدا الخريف. بده يكون عنا جرأة. والأسود دايما موجود أكيد بس مع شوية لمعة ما بيشكي من شي بهيدا الخريف. نشرة الأخبار بجنن. تلبس كتير أسود نشرة الأخبار. ماما بتضل لحقتني أنا كتير عم تلبس أسود. جربي شوية ألوان كل فترة وفترة هيك حتى هلا بس هني مش سامحينكم ولا أنت بتحبي أنا ما بعرف ليه دغري بروح على الأسود. أوكي. يمكن لأنه أسهل تلبقيه وهيك يمكن لأنه لأ الأخبار هالأيام سودة مش كتير عم تعطيكي ما تسوقي لنا هيك ألين. ألين عندي سؤال. بعرف أنه من سنين قبل كنا عم نرجع نشوف البادليفون للبانتالونات بس أكيد. السنة كتير أكتر كتير دارج رح نرجع منشوفه بالبانتالون نرجع منشوفه بالكم كمان. يعني البانتالون مع الجاكيت يلي بيجي باديليفان من تحت والإيد يلي بتجي واسعة كتير رح بتشوفوها. والأحمر هيدا أكتر يعني أنا في صورة هلأ أخدتها ببانتالون جاكيت أول ما شفتهم انقذت إنه رجع الباديليفان بس شيء كتير دارج لهيدا الموسم. تنصحي ل يعني البنت اللي بتكون بتيت مثلا بيطولها ولا لا؟ بتعرفي ليه بيطولها؟ لانه الباد ديليفون ضروري تلبسي معه كعب كثير عالي وهلا ما بيبين فهيدا بيعطيها طول وبيعطي يعني بالاجر من تحت بتبين اطول بلا ما نشوف شو لابسه هي. هيدا كثير حلو للبنت اللي هيك قصيره شوي. طيب الينا عم نشوف كثير هلا صبيه حلوه بتعرف تلبس يعني ذوقها حلو بصير عندها بتصير بلوجر بصير حتى يعني اهم المصممين بلبنان وبالعالم بيعزموها بتنزل صور بتنزل فيديوز. انت مع هيدي الموجه هلا ويكون يعني نكون نحن عم نتاثر فيها صح بس لانه هي حلوه وعندها هالذوق يعني بالموضه. حقول لك شغله حكون كثير صريحه مش كثير حبتها لحقلك ليه لانه وقتا كنا نطلع على التلفزيون ونوصل هالاشياء كلها اللي عم نشوفها اليوم على السوشيال ميديا عن جد كانت توصل بطريقه صادقه فيها صدق اكثر. اليوم بتشوفي حيلا بنت بتطلع بتلبس براند بتقول انا بلوجر وانا فاشينيستا. بعتقد هذا الموضوع كثير يمكن عم بيعلقوا عليه بس رح اقول لك ليه غلط. اليوم مفهوم فاشينيستا انه اذا لبست براند يعني هي بتعرف تلبس. اليوم فيك تروح تشتري الفيترين مثل ما حاطينها وتلبسيها بس اليوم الشطارة وين؟ when you mix and match when you mix and mingle لما بتختاري قطعة منا غالية بتلبسيها بطريقة كتير حلوة وبتبيني كتير شيك وإليجنت عرفتي؟ فاليوم هيدول الصبايا لما بيجوا بتاخديهم على محل منو براند بيضيعوا ما بيعودوا يعرفوا انه شو بدنا نختار بس لما بيلبسوا براندز ما ديجا نحن شايفينهم على بالماجازينز وشايفينهم بالسوشيال ميديا وبيروحوا على ايفنتس بيصوروا شو ما كان ما بتفهمي شيء. طب ما انا اليوم اذا جايبتك از بلوجر لانت توصلي رساله للعالم شو ما كانت المناسبه مطعم محل تياب ايفنت شو ما كان رساله انا ما عم بفهمها انا ما بشوف غير عم بتصور مكياجها وشعراتها وتيابها. يعني في ناس نجحت بهذا المجال وعرفت عن جد أكيد. تكون كفاشينيستا عم بتساعد الناس بانه هن يقدروا يمكن يخلطوا قصص مع بعضها ما كانوا متوقعينها بس في كتير ناس صارت تلبس حيلا شيء وبتقول ايه ما انا فاشينيستا وانا بلوجر وعندي 100,000 فولور وما بعرف شو بتكون على يعني بتطلع فيهم بتقول انه كيف هو اللي لبقتهم سوا ماني فهماني. والنقطه اللي قلتيها كثير مهمه انه ما حدا او مش ما حدا كثير قليل العالم اللي كل يوم بيكونوا صافقين براندز من فوق لتحت انه لا بدك تلبسي الثياب العاده اللي أكيد. كلنا بنروح بنشتريها من المحل طبعاً. اللي ما بتدفع دكه لحتى تشتريها يعني طبعا السليبرتيز اذا بتشوفي برا كثير بيلبسوا من محلات ما بدنا نسمي يعني براندز كثير رخاص ولكن كثير حلوين يعني ما عندهم العقده يلي انا شريتها بهلا اكيد صح. اكيد طبعا. طب اليوم شو لابسه؟ انا اليوم لابسه براند طلياني بس يعني كيف ملبقتيهم كيف ملبقتهم حقلك شغله قبل كيف هيدي كمان شوي بدي ارجع للسؤال اللي قلتي لي قبل كنت اقول انه اذا لابسه ريه مثلا بدي البس لازم البس من فوق يكون بلين واحد طبعا
بس لا بالعكس اليوم صار عندي الجرأة انه حاطه شيء في دوري ولابسه البنطلون ريه. ما بعرف اذا لاحظتوا كثير دارج الكورسيه يلي معلقه، هيدي معلقه بالبنطلون، دارج الخصر العالي او الكورسيه يلي معلقه بالبنطلون. انا بحب الكورسيه بتبين خصر الصبيه وبتعطي هيك شياكه يعني شيك من عند دولتشي فارفالا. آلين إليك 13 سنة بتحضري أسابيع الموضة بالعالم وعندك علاقات قوية مع كبار المصممين، هيدي ثقة، هيدا نجاح، هيدا نجاح. كيف بتنظري لهال 13 سنة؟ نجاح. بتعرفي ليه؟ لأنه اليوم لما بروح على أسابيع الموضة كبار مصممين الأزياء بعيطولي باسمي، عن جد هذا شيء بخليني انبسط. واليوم العلاقة صارت مش بس شغل، يعني صرنا منطمن على بعض. حتى مخرج البرنامج شرب اليوسف أول مرة راح معي على أسبوع موضة نيويورك بتذكر كتير منيح، فتنا على باكستيج عن مايكل كورس، فمايكل كورس إجا وسلم علي وعيط لي باسمي وتوري بيرتش كمان ورالف لورين وغيرهم كتار. فقال لي شربل عن جد قالين أنا هلأ بفهم، بفهم عن جد هالبرنامج ليه هالقد ضل، لأنه أول شيء يعني بيعرفوك وفي هيك بيرتاحوا إذا بديك باللقاء معك. يعني اليوم قد أنت بتستضيفي عالم، في أشخاص بتريحك وأشخاص ما بتريحك، في أشخاص بترتاح معكم كتير مثل ما أنا هلأ مرتاحة. نحن كمان فهن بيرتاحوا. هيدي الثقة يلي أنا عطيتهم إياها بهالتلتعشر سنة وهالإكسبوجر يلي نحن عملنا لهم إياها بالدول العربية، هيدي كلها بياخدوها بعين الاعتبار وبيكون استقبالهم لألك بطريقة كتير حلوة. ألين واطفة شكرا، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو كثير لك. يعني الأسئلة ما رح يخلصوا، رح نضلنا هيك مستمتعين بهيدي الجلسة. ألف مبروك. ميرسي. إن شاء الله بتتهني. عقبالكم وكل النجاحات لكل الأعمال يلي عم بتقدميها بالمستقبل. ثانك يو لكم، أنا كثير انبسطت كمان بهالجلسة الحلوة. يعني ناخذ سيلفي هلا. ايه هلا ناخذ سيلفي. بس خلينا نقول كمان لرنيم، لانه رنيم كمان هي ضيفه معنا اليوم. بما انه كل نهار جمعه بيكون في معنا ضيف بيقدم حظي حلو شاركنا انا كمان. ميا عن جد ميرسي كثير، ميرسي لكل فريق العمل، انه هيدي الفرصه هيك حلوه من فتره لفتره واحد يختبر او ليك تيت ثابته، هي ثاني مره. وان شاء الله بالتوفيق بالموسم الجديد، مقلع رائع يعني. ما بدو مين حكون عاطلين الساعه 11 ونص الاخبار من عندك. حبيتي نشرة الاخبار اكثر او تقديم اثنيناتهم هيك تنينتون. كل بروجرام اذا في يقول عنده طابعه الخاص، فهيك حلو واحد يختبر حاله اذا قادر يقلع بكل شيء. غير موضة كمان قالين بتحب تقدمي شيء مرة هيك حطيتي عينك على برنامج؟ بتعرفي بحب الموضة لهلا، كلهم بيسألوني، بس عن جد كتير بحب الفاشن. بعدني ما كتير عبالي فن وعذاب وبكي واخبار، خليني بالفاشن وخليني وصل شيء حلو للعالم ان شاء الله دايما توصلنا اجمل صورة. شكرا.